الخلافات الشيعية تسوية سياسية أم مقاطعة نهائية؟ لكن دعونا نشاهد ما عده لنا الزميل محمد الكعبي. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، الصدر يعلنها بصراحة، حكومة الأغلبية الوطنية قرار لا رجعة فيها، وسفينة الإصلاح التي يقودها الصدر لا تتسع لدولة القانون. أما بقية الإطار فالباب مفتوح لهم، وكأن الرجل يقول لهم: لا تتعنتوا برأيكم، اتركوا المالك واصعدوا معي قبل الطوفان. أما الحشد الشعبي الذي كان يرى بعض السياسيين بأنه سيكون من ضمن أهداف السيد الصدر بحكومة الأغلبية، فقد طمأنهم وقالها بصراحة: لا خوف عليه، فهو بأمان وممثل للمذهب، لكن يحتاج إلى تصفيته وتهذيبه من بعض العناصر المسيئة حسب قوله. المعارضة والمشاركة في الحكومة فهي كما قال القباني في أحد قصائده: إني خيرتك فاختاري، لا توجد منطقة وسطى ما بين الجنة والنار. يقول الصدر: طلبت المعارضة وقلت للإطار: شكلوا الحكومة، ولم يقبلوا بهذا، وطلبت منهم أن أشكل الحكومة ويذهبون هم للمعارضة، ورفضوا ذلك أيضا. أما عن زيارة قاآن إلى بغداد التي لم تعلن بشكل رسمي، فكانت تحمل رسائل للقوى الشيعية بحسب التسريبات، وتضمنت هذه الرسائل إن على جميع قيادات قوى الإطار التنسيقية ضرورة الحفاظ على شكل البيت الشيعي ومضمونه من خلال القبول بشروط الصدر التي تقضي إقصاء زعيم ائتلاف دولة القانون نور المالكي ومنعه عن المشاركة في الحكومة، داعيا إلى توحيد قوى الإطار التنسيقية تحت مسمى تحالف الفتح، والذهاب إلى الحنانة والقبول بحكومة الأغلبية الوطنية مقابل إعطاء ضمانات للمالكي بعدم فتح الملفات التي كان يلوح بها الصدر. لكن على ما يبدو أن قوى الإطار التنسيقية رفضت رسائل قاآن من خلال بيانهم الذي أكد التزامهم بمبدأ المشاركة ورفضه منهج الإقصاء، في حين أشار إلى أنه ليس ضد مبدأ الأغلبية الوطنية، لكنه قال إن الأكثرية لا يجوز أن تكون على حساب مكون واحد، واصفا منهج الإقصاء بأنه قد يدفعنا للمعارضة أو المقاطعة. هذا البيان ربما يوضح لنا بأن الأزمة الشيعية ما زالت مستمرة، ولا حلول تذكر حتى بوجود الوساطات الخارجية.